السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم أهم الأخبار. السوداني يجري عملية التدقيق النهائي لأسماء المرشحين تمهيدا لعرضها على البرلمان غدا. أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف محمد الشاع السوداني الأربعاء إن الأخير يجري اليوم عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب يوم غد الخميس. وأضاف المكتب في بيان إن عملية التدقيق تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الداخلية الأدلة الجنائية وهيئة النزاهة والمساءلة والعدالة وتابع، وستقوم اللجان بالتأكيد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون وأيضا التحقيق فيما إن كان هناك قيد جنائي بحق أحدهم والتأكد من سلامة موقفهم في هيئة النزاهة والمساءلة والعدالة، وسيتم استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة.